مساء الخير. هل يفتر الحب بين الزوجين بعد أن كان قد نما وترعرع وعاش أيام رومانسية والدفء العاطفي؟ ما الذي يجعل دفء الحياة الزوجية يخفت رويدا رويدا حتى يتحول بيت الزوجية إلى بيت صقيع لا دفء فيه؟ ترى هل يمكن أن يموت الحب؟ بعض الأزواج يظنون أن الحب هو انفعال وتأثر، وطالما أنهم لا يشعرون به فإنه لا مجال لفعل شيء، ويبدأ كل منهما بانتظار فعل الطرف الآخر ويلقي عليه مسؤولية ما يحدث. لكن ما الذي يمكن أن يشكل جدارا يحول بين الإنسان وبين شريكة حياته؟ بعض الباحثين يشيرون إلى أن جهل كل من الزوجين بما ينفر الزوج الآخر منه هو سبب واضح للفتور في العلاقة الزوجية. آخرون يشيرون إلى فقدان المصارحة الذي يؤدي إلى فقدان الحب، فيما يبحث آخرون عن تأثير البيئة الخارجية وضغوطاتها على الحياة الزوجية. أسباب كثيرة تطرح، ليس أقلها انشغال المرأة بعد الزواج بتربية الأبناء ونسيانها حاجات الزوج إليها، حتى تتوقف الدائرة العاطفية بينهما فيغيب الرجل عن الكلام الجميل الذي تود الزوجة أن تسمعه منه، حتى ينسيا أنهما زوجان وأن بينهما علاقة حب وعاطفة، ليدخلان في مشاكل تلد مشاكل أخرى. تعددت الأسباب والنتيجة هي الملل والبرود في الحياة الزوجية. تقرير وبعدها نعود. يعتمد الاستقرار الأسري في المجتمعات المتقدمة على مدى انسجام طبيعة ظروف الحياة في ذلك البلد، وواقع الحال في العراق لا يختلف تماما عما هو عليه في تلك البلدان، حيث يظهر جليا تأثير ظروف البلد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية سلبا على الأسرة العراقية، فالمتغيرات المستقلة تؤثر طرديا على المتغيرات التابعة لها. إنسان مليء بالأحاسيس والمشاعر، ضغط العمل وضغط الشارع وضغط البيئة وضغط كلها تأثر على الحياة الزوجية. هذا شيء يعني لابد منه. احنا بالإحصاء عندنا نقول متغير مستقل ومتغير تابع، فالمتغير هذن كل المتغيرات مستقلة، كلهن تأثر على المتغير التابع اللي انت تقول عليه الحياة الزوجية. فالحياة الزوجية هي جزء من حياتك اليومية، فأكيد أكو متغيرات تأثر عليها. فهذه المتغيرات اللي هي تعيش بها بالحياة العامة، الظروف الأمنية. مختصون في مجال علم النفس والاقتصاد يرون أن للثقافة المجتمعية دورا كبيرا في الحياة، فالاحترام المتبادل بين الزوجين له تأثيرا مباشرا على الأطفال بصورة خاصة والأسرة بصورة عامة، وبحسب نوع تلك العلاقة فجوانب الحياة في العراق تعتمد على الرجل والمرأة، وبتعاونهم يمكن أن يدعم أحدهما الآخر في مشاريع الحياة المستقبلية. إذا أكو احترام بيناتهم أكيد راح تبعدهم عن المشاكل، وراح يكونون يوفرون بين العمل وبالبيت وحتى بتربية أطفالهم راح يكونون أحسن من هذا الجانب. ثقافة الرجل هي الأساس، يعني الرجل مع احتراماتي الرجل الأمي ممكن أن يمنع المرأة في العمل في مشاريع الحياة أو مشاريع الدولة، أما الرجل المثقف يمكن أن يسمح أو يساهم أو يدعم المرأة في عملها أو يساعدها في تحقيق نتائج إيجابية. بعض الحالات والظروف التي يمر بها العراق وضغوطات الحياة المعقدة من خلال أوضاعها غير الطبيعية، ومنها الفقر الذي له أثرا كبيرا في الوضع الاجتماعي ويتناسب طرديا مع الظروف الاقتصادية، وعلى الدولة إيجاد الحلول الكفيلة للعديد من الحالات السلبية في المجتمع العراقي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المشاكل الاجتماعية الحالية هي من تراكمات الماضي.
الفقر له يعني تأثير كبير جدا على يعني النزاعات العائلية، ولهذا نجد أن أكثر يعني شباب حاليا عازفين عن الزواج، وهناك حالات من الطلاق اللي هي بسبب الأوضاع الاقتصادية. فالجانب الاقتصادي مؤثر جدا في الجانب الاجتماعي، وطبعا له يعني تأثير سواء كان إيجابي إذا كان الوضع الاقتصادي جيد، والعكس هو صحيح. نهضة الشعوب تعتمد على مراجعة توجهاتها الأسرية، فهي البنية الأساسية للدولة، وتجارب العالم خير دليل على ذلك، وفتح آفاق الثقافة والتعلم للمرأة، خاصة أن العراق يشهد في الوقت الحاضر حالة ردم ما سببته الإدارة السيئة لبعض المفاصل الحكومية. الشعوب اللي تريد تنهض من جديد يجب أن تراجع توجهاتها الأسرية، والحقيقة هي الأسرة البنية الأساسية للدولة بشكل كامل. يعني لو نلاحظ مثلا النهضة الأسترالية فيما يتعلق بالطاقات النسوية، الآن بالعراق العوائل حاليا مشغولة بردء بعض الآثار اللي حملتها من سوء الاقتصاد بصراحة على المستوى المنزل وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى أكبر اللي هو مثلا مستوى القرية مثلا أو المنطقة اللي يسكن بها الشخص. فلذلك يعاني الإنسان العراقي من بعض التشوهات اللي تخليه يعني يصير إنسان قليل الهمة ومحبط. لبرنامج بالشمع الأحمر، طارق طرق الخفاجي، كربلاء. شكرا الزميل طارق من كربلاء، كان هذا التقرير، ولاحظنا مجموعة من الآراء من قبل الناس، وقد تتباين هذه الآراء لكن تتفق في شيء واحد، عندما يهمل الزوجين البعض الآخر هذا راح يدخلهم في متاهة المشاكل، كل واحد منهم راح يكون ممكن يلقي باللوم على الشخص الآخر حتى يرمي بالكرة في ملعب الشخص الآخر ويبرئ نفسه، وهي يعني حالة طبيعية عندما يقع الإنسان في مشكلة دائما يحاول يبرئ نفسه من الذنب ويلقي بالذنب على الشخص الآخر. لكن هذا الأمر في داخل البيت العائلة ما ممكن أن يطبق، لأنه بالنهاية هذه حياة مشتركة، على الطرفين أن يكون عليهم مسؤولية، عليهم مسؤولية أن يحللون المشكلة إذا وجدت، وبالتالي يلقون الحلول. الرجل عادة يكون خارج المنزل، ضغوطات العمل، إذا تصادف أن تكون أيضا المرأة تعمل هذا راح يضاعف المشكلة، باعتبار الطرفين عليهم ضغط كبير في العمل من خلال الحياة اليوم اللي نعيشها في مجتمعنا، بالتالي هذا راح ينعكس على داخل المنزل. هنا راح تكون النقطة المهمة، بعد الضغط الكبير اللي يعاني الرجل والمرأة بالعمل، المرأة داخل البيت عليها مسؤوليات كثيرة، مسؤولية الأبناء والمنزل وحتى تدبير الحياة اليومية، عندما يكون الطرفين في هذه المشكلة راح تكون ساعات الصفا اللي داخل البيت هي الحل الأمثل لأنه يتخلصون من الضغوط، بدل من أن كل واحد منهم يركن إلى نفسه ويعيش في عالم ثاني وكل واحد منهم يلقي باللائمة على الآخر. أنت المرة تقول للرجل أنه أنت ما تحس بي، أنت تطلع وتطب وشايف حياتك، أنا داخل المنزل كل المشاكل علي. الرجل بالمقابل يقول أنت التهيتي بالأبناء ومسؤولية البيت وهملتيني ونسيتي حياتنا، فبالتالي راح يكون هناك مشاكل أخرى تجر مشكلة بعد مشكلة، بعد أنه ما يركنون إلى العقل، إلى الحل، إلى أن يكون بيناتهم تفاهم. عادة الحياة الزوجية تمر بمراحل كثيرة، يعني السنوات الأولى للزواج مو مثل السنوات اللي تمر بعد 5-6 سنوات، بالتأكيد راح تتغير كثير من الأشياء، الاهتمامات، الإنسان يبدي يتقدم بالعمر، راح تختلف حتى مسألة التحمل، الطاقة الاستيعابية لكل إنسان تختلف عن الشخص الآخر. بالتالي عندما يبدي العمر يتقدم بزيادة ضغوط الحياة، مسؤولية الأبناء، يبدي الإنسان يحتاج إلى أن يكون هناك تفاهم أكبر، إلى أن يتحمل الشخص الآخر، يعني طبعا الشريك، عندما يتحولون إلى أن يكون كل واحد يعيش في الضغوطات اللي هو عايش بيها، هنا راح تصير المشكلة أكبر، وطبعا أحيانا تصل إلى الطلاق لا سمح الله. أحيانا الرجل يبدي يروح يعيش في نزوات بحجة أنه هو ملاقي الراحة النفسية بالبيت،
وبالتالي راح يعيش في يجوز علاقات عاطفية ما بها مسؤولية. هو يبحث عن هذه العلاقات لأنه قد تكون ما بها مسؤولية. المرأة راح تبدي تهمل الزوج باعتبار أنه هو متى يقول هالكلام الحلو اللي تعودت عليه في السنوات الأولى للزواج أو في الأيام الأولى للزواج، وتبدي تهمله، وتبدي هذه كرة الثلج اللي تدحرج تكبر تكبر إلى أن قد يعني تهدم هذا البيت اللي تعبوا حتى يأسسوه. كثير الكلام حول هذا الموضوع، أتمنى أن يكون لكم أيضا رأي في هذا الجانب وأن أسمع اتصالاتكم، وأيضا راح يكون لنا كلام كثير حول هذا الموضوع وتفاصيل نناقشها مع ضيفتنا بعد أن نتابع هذا التقرير. تحية طيبة لكل مشاهدي ومتابعي قناة الرشيد الفضائية أينما تكونوا. ضغوطات الحياة وتأثيرها على العلاقة الزوجية، هل أصبحت ضغوطات الحياة هي مقبرة للعلاقة الزوجية؟ وكيف يمكن للطرفين التغلب على ضغوطات الحياة من أجل علاقة زوجية سعيدة؟ كل هذه التفاصيل راح نأخذها من آراء المواطنين مشاهدينا، خليكم معنا. هي المرأة بصورة عامة تكون أكثر صبر من الرجل، وخاصة بهذا ظرفنا، لأن ظرفنا كله صعب، فلازم تتقبل هواية أمور من الرجل. وما يصير يعني المرأة لما نشوف الرجل تحت هاي الضغوطات طلباتها وأشياءاتها، فلازم تكون يعني صبورة. والله تأثر كثير جدا، يعني أنا من الناس بسبب ضغوطات الحياة زوجتي توفت. كيف يمكن للطرفين التغلب على هاي الضغوطات الحياة حتى يكون عندهم حياة زوجية سعيدة؟ ولازم يصير عندهم تسامح، تسامح، محبة، احترام للآخرين، يعني هو يحترمها، هي تحترمها، تقدر ظروفها، هو يقدر ظروفها، مو كل شيء بالعصبية. مرحبا اخوي. مرحبا حبيب قلبي. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي الله يبارك فيك. برايك ضغوطات الحياه ايش قد تاثر على العلاقه الزوجيه؟ والله اذا كان الانسان متفاهم مع زوجته ومع الاسره اللي عايش بها فما تصير اي خلافات. فالرجل طباب طلع من الصبح الليل في سبيل المعيشه، ولولا المعيشه العفو مو صعبه كان الرجل يلفذ كل متطلبات الحياه الزوجيه بسهوله. والله هو ضغوطات الحياه خاصه مثل مجتمعنا العراقي يعني تأثر بحدود 90% تقريبا. طيب. كيف ممكن كل طرفين أن يتغلبوا على ضغوطات الحياة؟ يعني هو المجتمع العراقي والفرد العراقي بصورة خاصة يعني معروف عنه بالصبر والتضحية. رأيك ضغوطات الحياة قد تأثر على العلاقة الزوجية؟ طبعا تأثر هوادي. ما يتأثر. كيف كل الطرفين أن يتغلبون على هاي الضغوطات حتى يبنوا حياة زوجية سعيدة؟ طبعاً هو حتى لو كان تعبان يجي مرهق لازم هي شوية ها تهد شوية من الوضع، يعني مو تكون عصبية، مو تكون وين كنت ورحت وما أدري شنو. لا والرجل إذا كان يعني راجع من شغله شلون تقبل المرأة وشون هو يكون جدول؟ أكب وجهه تقول له تعبان أسوي لك غداء شو تحب صح؟ وإذا عصبي لازم تسكت زين، بس احنا طبيعتنا لك لك لك. شاهدنا تابعنا هذا الاستطلاع ولاحظنا اراء النساء تحديدا في هذا الجانب، وللكلام اكثر حول هذا الموضوع معنا الان في الاستوديو الدكتوره شيماء عبد العزيز اختصاص علم النفس. أهلا ومرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير، ومساء الخير على كل المشاهدين، ومساء الخير على الكادر. يا أهلا ومرحبا دكتور. دكتورة بداية يعني بعد أن تابعتي التقارير وما تكلمنا عنه بما يخص حلقة لهذا اليوم، برأيك هل ممكن أن يموت الحب بين الزوجين أو يصيبه الفتور؟ ممكن أن يموت وممكن أن يصيبه الفتور إذا نوضع في انحاط بعوامل وأسباب ممكن أن تقتل هذا الحب أكيد. لكن هي علاقة الحب قبل الزواج غير علاقة الحب بعد الزواج، يعني المحبين بعد الارتباط يستمر الحب عادة 3 سنوات
بعد 3 سنوات من الزواج تصبح العلاقة تتغير، ليست علاقة الحب السابقة. يعني وفق أي مفهوم يكون 3 سنوات فقط؟ يعني ليش ما يستمر أكثر؟ وفق الدراسات والمفهوم العلمي للحب إنه شرارة الحب ولهيب الحب اللي كان موجود قبل الارتباط يستمر بعد الارتباط بنفس القوة لمدة 3 سنوات، بعدها تتحول هذه العلاقة إلى علاقة أمتن بعد من الحب. تبدأ يدخل الأطفال، يبدأ تدخل المسؤوليات، توزيع المهام، تصبح علاقة أسرية. يعني شنو المشكلة دكتورة هنا ينصدمون بالواقع أحيانا من سر هذه المشاكل؟ الفتور اللي يبدأ في الحب بين الزوجين يصاب بسبب أنه أكو صدمة بين الحياة الرومانسية، فترة الخطوبة وغيرها، تكون الواقع يبدأ يغير هذا الشكل؟ أكيد أكيد. هو الواقع عندما علاقة الحب يبتدي برومانسية أكثر من واقعية، يعني يعيش الطرفين بعالم من الخيال أكثر من عالم الواقعي، أكثر من الحقيقة. بعدها عندما ينتقل الزوجين إلى الحياة، الطرفين على فكرة قبل الزواج هم غير مسؤولين مسؤولية أمام المجتمع وأمام العادات وأمام التقاليد وأمام الله، إنه هي يجب عليه أن يتحمل الزوج مسؤولية تكوين أسرة، أن يتحمل مصرف، كان حر، وأيضا الفتاة حرة في تصرفاتها، في شرائها، في لكن تربطهم علاقة الحب اللي يكون الطرفين يتبادلوها بنوع من الرومانسية أحيانا المبالغة، بحيث بعد أن يلتقون داخل الأسرة وبعد الزواج ينصدمون، يجي تبدأ الحقيقة تنكشف ويبدأ الخيال يزول وتبدأ الرؤية بالوضوح. لهذا الصدمة أما أن تكون قوية تؤدي إلى الانفصال السريع، بحيث ما يتحملها الطرفين، يبدأ الانفصال، أما أن يكونون يتحملوها ويبدأون. هذا يرجع هم إلى أسباب عمر الزوج والزوجة، الخبرات، الروتين والملل. دكتورة إيش قد ممكن يكون لهم تأثير في أن يؤدون بالحب اللي بين الزوجين إلى الفتور؟ طبعاً أنا ما أتكلم فقط عن الحب، العلاقة بشكلها العام طبعاً اللي طبعاً أساسها الحب، تبدأ بالفتور، يبدأون بالابتعاد واحدهم عن الآخر، هذه العلاقة المتينة تبدي تتلاشى أو تبدأ تخف حدتها. نعم. عندما تبدأ المسؤوليات، تحمل المسؤوليات، الطرفين عندما يبدأون بالإنجاب، حتى الأطفال عندما يأتون إلى الأسرة، الطرفين الأم راح تنشغل، راح تهمل أحياناً عدم خبرتها السابقة أو عدم وجود معلومات أو خبرة في كيفية إدارة المنزل، إدارة الزوج، وقت الأطفال، لهذا تبدأ هاي العلاقة بالفتور. خلينا ناخذ اتصال دكتورة وبعدها نعود لتكملة حوارنا ونقاشنا حول هذا الموضوع. معنا الآن حسين من بغداد. نعم حسين، ألو حسين تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي العزيز؟ أهلا وسهلا، أشكرك رحمة الله الجزبك. نعم، حبي أشارك بالبرنامج على موضوع الحب والغزل والرومانسية. يعني الموضوع يعني بشكل أدق هو العلاقة الزوجية بين الزوجين داخل البيت. نعم. ليش تتعرض إلى الفتور والملل؟ الحياة، أنا بس أريد أعرف الحياة الزوجية، عندي فد مشكلة صارت لي. نعم تفضل. ياريت نصلنا صوت التلفزيون حتى لا ينقطع الاتصال. نعم حسين. قبل فترة أنا بنظر الحب، يعني قبل الزواج الحب فاشل، قبل الزواج لا أكو انسجام، لا أكو تفاهم، ولا أكو تكون صراحة، ولا صراحة موجودة بيناتهم. نعم. من الطرفين فأفضل الحب بعد الزواج يكون أفضل. نعم. أنت حضرتك متزوج حسين؟ أنا منفصل. منفصل. نعم، شنو كان سبب الانفصال؟
أنا السبب الانفصال ما صار تفاهم بينه وبينها يعني ماكو. أنت أساساً حسين زواج على الورق. طيب أنت أساساً كنت يعني ماخذ زوجتك عن حب ولا زواج تقليدي؟ لا لا جبروني بيها لا جبر صارت الشغلة جبر. نعم واضح. تسألك الدكتورة كم استمر علاقتك بعد وانفصلت الطلاق؟ تقريبا شهرين يعني مدة الزواج هي شهرين. ايش قد عمرك؟ انا مواليد 70. مواليد 70 نعم. شكرا حسين شكرا جزيلا. شكرا 90 عفوا. شكرا جزيلا لاتصالك دكتورة. هذا جانب اخر يعني اللي اعطانا اياه الاخ حسين. اولا تزوج بدون اختيار. نعم. إجبار. ثانيا بعمر يعني مبكر نوعا ما. نعم. مواليد 90. هذا الأمر هو يمكن من البداية كتب يعني الفشل على الزواج ولا هذا مو قياس ممكن أنه يستمر؟ أولا عمر الزوجين مهمة. يعني الزواج المبكر بالنسبة للطرفين غير ناجح يعني في أغلب الأحيان هو غير موفق يكون. لهذا إحنا أيضا ذكرنا أما ينصدم الطرفين ويكون زواج سريع وطلاق سريع. يعني عندما ينصدم بالواقع يكون بعد الزواج يكون طلاق سريع وهذا نوع من الطلاق السريع. يعني الزواج الخبرة والعمر عمر الزوجين يجب أن يكونون في عمر النضوج العاطفي والانفعالي والنضوج الفكري والنضوج الكينوني حتى يقدم على بناء أسرة. أنا أقدم على زوج الشاب وإجباري ما أنتظر منه أنه راح يكون أسرة صحيحة. الأسرة الصحيحة إحنا يعني نفسيا وتربويا واجتماعيا هي مؤسسة. يعني الزواج هو ليس لعبة أنه زواج وطلاق. طيب دكتورة يعني هنا إذا كان كل العوامل اللي ذكرتيها متوفرة يعني النضوج والاقتناع كل واحد منهم بالآخر والزواج بعد أن اختار كل زوج الشريك. نعم. بعد علاقة حب قد يكون. نعم. وأيضا تصير نفس المشكلة بعد سنوات من الزواج أيضا يصيبهم الفتور والملل. نعم. وكل واحد منهم يبتعد عن الآخر وكل واحد يكون السبب يقوله هو الشخص الآخر. هذا كيف نفسره وكيف نبرره؟ وأيضا يكون طلاق لكن ليس الطلاق المعتاد. يعني قد يكون ما طلاق أحيانا طلاق نفسي. هو هذا الفتور يسموه طلاق نفسي. يعني نفسي إحنا علم النفس نسميه الطلاق النفسي اللي يصيب العلاقة بين الزوجين بالفتور ويصبح كل طرف من هاي الطرفين في دائرة. هاي الدائرة الدائرتين تبتعد كل واحد يعيش في دائرة خاصة به. هاي الدوائر تكبر وتبتعد ما تلتقي. حتى وإن كانت كل العوامل موجودة اللي تكلمنا عنها في البداية النضوج واختيار حتى وإن ممكن أن أسباب أخرى تصيب هاي العلاقة تؤدي أن يتنافرون الطرفين يبتعدون. أسباب خاصة بالرجل وأسباب خاصة غير صحيحة على فكرة أنه هاي الأسباب هي غير صحيحة يتبعها الزوج وأسباب غير صحيحة تتبعها الزوجة بحيث تؤدي إلى هذا النفور والابتعاد. الأسباب اللي خاصة بالزوج يفتكر الزوج أنه هو رجل البيت وهو الكلمة المسموعة بدون الرجوع إلى الآخرين بدون أخذ رأي الزوجة وهو صاحب القرار وهو النهائي. صاحب القرار النهائي. هاي ممكن تؤدي إلى أن يبتعد عن زوجته أو الزوجة تبتعد عنه. أيضا ممكن أن يكون عليه ما يلتقي مع الطرف الآخر في يشتركون في أشياء منذ بداية الزواج بأشياء تخص الأسرة. مثلا المصروف المالي ممكن أن يؤدي إلى أن أو المادة اللي تدخل الدخل إذا ما يتفقون عليها الطرفين وكيفية الإنفاق. ممكن أيضا فكرة الرجل أنه هو الرجل وعليه هو اللي أن تكون المالية بحوزته وهو اللي يصرف بدون أن يسمح للزوجة. أيضا هاي تبتعد. الأسباب الخاطئة اللي تتبعها الزوجة ممكن المعاملة بالمثل. أنت تعاملني تعامل الزوج أنا تخلي نفسها ند للزوج وتعامله بالمثل أنت ما طول هيك تعاملني يعني عاملك. هذه نقطة مهمة نتوقف عندها دكتورة. لكن الآن معنا تقرير هذه المرة من البصرة نتابعه وبعدها نعود.
مساء الخير والطيبة والمحبة، وتحية طيبة لكل متابعي برنامج بالشمع الأحمر. أكيد اليوم راح نسلط الضوء على ضغوطات الحياة اليومية وتأثيرها على الحياة الزوجية، لكن من خلال آراء مواطنين من محافظة البصرة. تعالوا معي. السلام عليكم. تعرفوا باسمك؟ مجيد من البصرة. مجيد، أنت اليوم أكيد مواطن من البصرة، يعني بصري، وأكيد عندنا موضوع اليوم برنامج بالشمع الأحمر سلط الضوء على موضوع الضغوطات الحياة اليومية وتأثيرها على الحياة الزوجية. أنت اليوم كشخص متزوج وأكيد هناك الكثير من الضغوطات، نريد نعرف شنو هاي الضغوطات اللي أثرت عليك؟ الضغوطات الزوجية والضغوطات الحياة متواجدة بكل مكان، بس الضغوطات الزوجية طبعا ضغوطات مريرة بالفعل، وخاصة النساء، يعني خاصة نشبه بنصف العقول، يعني من الصعب التعامل معها. فالتعامل إيجابي طيب، بس مرات أكو تنازلات. أنا دا أقصد اليوم ضغوطات الحياة اليومية، يعني هاي اللي الشخص اليوم تشوفه أكو منشغل بالعمل، وتشوف شخص آخر اليوم منشغل عن حياته الزوجية، بس أكو امرأة تتفهم وأكو امرأة ما تتفهم هذا الموضوع. برأيك أنت اليوم، هل يعني هاي ضغوطات الحياة أنت كشخص أثرت على حياتك؟ بالفعل بالتأكيد، يعني الإنسان معرض لهواي ضغوطات، كضغوطات العمل، كضغوطات الشارع، كضغوطات توفير العيش الكريم للأسرة. بالمقابل يعني الزوج، على الزوج توفير كافة المستلزمات، وما يتطلب الضغط النفسي والضغط البدني وهواي الأمور. فالزوجة يعني مثل ما تقول بالعامية يجي لها الصافي. ضغوطات الحياة اليومية أثرت على الحياة الزوجية برأيك أنت كأم؟ اليوم الكل يوعز الموضوع أن أنت تعب، يعني ضغوطات عليك وجاي وتطلع نكدك على العائلة، أو بالعكس الزوجة اليوم ما تقدر هذا الموضوع، فأنت يعني اليوم كأم بصرية شنو رأيك؟ لا بالعكس، الزوج كل ما حمله ثقيل المرأة تخفف عنه، لأن احنا عايشين الحياة ونعرف واحد يشيل حمل الثاني، وهي شو تمشي الحياة لعد شلون؟ انتم كجيلكم يمكن هذا يقدر هذا الموضوع، اليوم بدنا نشوف هذا الجيل مختلف. لا لا، اهم بي بي وبي، لا اكو بيهن على طبع امهاتهن بقن، اكو بيهن لا هسه صدق هسه لا مختلفات ما يتحملن. لا كل الاجواء اليوم الموجوده، خصوصا احنا اجواءنا البصره، اول شيء حاره، ثاني شيء فرص عمل للشباب، هاي كلها ضغوطات تاثر، كلها ضغوطات كلها. فالمره قاعده بالبيت كل شيء ما عليها، انا اقول لك كل شيء ما عليها، يعني اتمنى تتلقى بكلمة حلوة، لو ما يسوي يا غاز. كل الشناين يكرهنك اليوم. خلي يكرهني، أنا عندي شناين اثنين. أيوة. وبس إن حبابات الله شاهد، يعني احكي الصدق. بس أنا شنو عندي ابني لهالسبب قاعد أقول عليه سايق تاكسي، فهاي من حكيته على مود ابني، قاعد أشوفه صحيح، يعني يجي الضغط وهو بعد هم صغير شاب خطية، يجي تعبان وما أدري شنو هاي، أتمنى يعني تتلقاه بكل الهلا والمرحوية، فعلا مسوية هذا الشيء وياه. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين كرام، أم بصرية تعرفنا على رأيها، بس أكيد اليوم بس لا تزعل كل يعني خواتنا العزيزات من خلال آراء يعني كثيرة، بس راح نتعرف أنا وياكم من خلال رأي آخر، تعالوا معي. اليوم كل هاي الضغوطات الحياة اليومية، أكو ضغوطات أثرت على الحياة الزوجية. اليوم كشاب اليوم مثل يشتغل من الصبح لليل، فما منطي وقت العائلة، هذا أكيد اليوم يأثر على الحياة حتى تتطور الأمور. الشاب اليوم يطلع للشغل نص ساعة السادسة صباحا لحد المغرب، ما مستفاد شيء من حياته، يعني تلقاه يجي تعبان من الشغل فيلتجي إلى الراحة مالته والاستحمام والجلوس بالبيت. ما عندنا يعني شباب عنده وقت يعني يطلع زوجته ويطلع بيها المنتزه ويروح بيها منا ويجي منا، ماكو. قصدك اليوم متطلبات الحياة كلها هاي الموجودة هي أثرت على الحياة. زين اليوم خلينا نتمشى أكيد ونتعرف على يعني رأيك من خلال اليوم دعواتك لكل هذه الشباب، وأكيد دعواتك لكل اليوم بناتنا، اليوم عندك أكيد بنات وأنت تنصحن اليوم أن تقدر موضوعة الزوج وتقدر موضوعة اليوم شلون تتعامل معاه بيا طريقة، وأكيد يعني الزوج عليه ضغوطات أكثر من المرأة. والله الزوج لازم أن يقدر من قبل الزوجة، لأن هو حامل أسرة وهو القائم بواجب الأسرة ومعيشة الأسرة. لازم الزوج من يجي من الشغل ماله تقوم الزوجة بشغلات بحيث
يحس بأن هو مرتاح نفسيا. هي مرات الكلمة البسيطة أو الطيبة هي صدقة، فأكيد من خلال اليوم كلمات بسيطة راح تدوب كل هذا، يعني حتى إذا كان مواضيع محتقنة بين الزوجين. صح. الزوج من يجي للبيت ويشوف زوجته تتلقاه مرحة سوالف حلوة، راح يتغير كل نفسيته، والشغل والتعب ماله كله راح يروح منه. أحمد بالشمع الأحمر من قناة الرشيد الفضائية سلط الضوء على قضية مهمة، هي يعني ضغوطات الحياة اليومية على الحياة الزوجية. برأيك يعني مر بهاي الحالة؟ أي طبعا أكيد، يعني ماكو واحد ما مر، أنه الكبت وقاعدة البيت المستمرة، وشوف يعني ما شاء الله الوضع الحمد لله وشكر، احنا نقول على كل حال. بس يعني مثلا الرجال يجي من أمريكا وما الضغوطات، والمرأة مثلا تتلقى فلاشي ما عندي، يصير تصادم وكل ضغط يولد الانفجار. اليوم كل يعني أكيد أنت عمرك يختلف عن يعني الشابات الموجودة اليوم، هاي الدبلوماسية الموجودة برأيك موجودة هسه عند الشباب؟ العمر إلى يعني إلى مثل ما يقولون الكبير خمو، مثل هسه هذا الجيل ما شاء الله عليه، جيل التسعينات هسه والفيسبوك والإنترنت وشي، هذا يتعامل كله إحنا وين عيني، إحنا كنا على قولت لي يقول جيل السبعينات، طبعا أنا أحكي لك أنا السبعينات زين، يعني ما أعتقد هسه أقل أزمة عند لازم العائلة تتدخل، يعني مثل البنات من زوجات عمر التسعينات وشي، مو مثل قبل، احنا دائما يعني شفنا احنا نحل مشاكلنا بنفسنا. هسه وين يا امي، هسه كل شيء اختلف، هسه موازين الحياة كلها اختلفت. برأيك اليوم دعواتك لكل الشابات اليوم خلينا نقول بالبصرة او العراقيات اليوم، شلون تكون تتعامل مع الزوج على مود توفر الحياة السعيدة وتوفر هاي الاجواء اليوم المناسبة من أجل إسعاد العالم؟ والله تأخذ الخبرة من أمها، لازم تأخذ خبرة من أمها، لأن إحنا إذا على هذا النظام اللي إحنا عايشين به لا ما تتوفق بحياتها، لازم أكو خلفية عندها. يعني أكيد هاي البرامج هسه اللي جاي تعرض، يعني ما شاء الله إحنا صار العراق كله فضائيات وعلى مستوى يعني العالم جاي، إحنا اللي بألمانيا جاي يتحدث ويا العراق هنا، فيعني تطور صار تطور التكنولوجيا كلش عاليه، فاكيد اكو برامج يعني خاصه وشي تستفاد من عندها. احنا دائما اكو امثال امهاتنا يقولون شوفوا تعلموا اسمع وتكلم، احنا ما طلعنا احنا يعني نعرف الحياه وشي، بس احنا تعلمنا من امهاتنا وجيل بعد جيل. اذا المشاهدين الكرام انتهت جولتنا لهذا اليوم من برنامج بالشمع الاحمر، واكيد سلطنا ضوء على موضوع مهم، هي موضوع ضغوطات الحياه اليوميه على الحياه الزوجيه. ألقاكم في جولات جديدة أخرى، إلى اللقاء. شكرا علي دكتورة، تابعنا هذا تقرير كان من البصرة هذه المرة، وأراء مختلفة من الناس، وأن اتفقوا مع بعض اللي قالوه بالتقارير اللي مضت. لكن نرجع لما كنا نتكلم عنه قبل التقرير، وإن كان يتصل بما ذكر بالتقرير من أراء، موضوع أنه الزوجة عندما تكون هي أحيانا تسمى صمام الأمان بالنسبة للمنزل، هي اللي ممكن تضبط إيقاع العلاقة داخل البيت، وكيف ممكن أنه تهدئ الأمور أو تزيدها سوء. طبعا هذا ما يخلي يعني الرجل هو بمعزل عن المسؤوليه، لكن لا دائما لا. هي تكون الامور هي تعرف شلون تسير المنزل. هذا الكلام صحيح انه هي فعلا يقع عليها العبء الاكبر، المسؤوليه الاكبر؟ اكيد الزوجه بالبيت او الام هي صمام الامان للجميع، يعني حتى بما فيهم الزوج، بطبيعتها الأنثوية اللي تكون تحمل الأنوثة وتحمل الرقة وتحمل الحنية وتحمل الصبر وتحمل أنه كيف تدير المنزل. كون الرجل طبيعته هو دائما خارج المنزل، هو المسؤول عن المسؤوليات الأخرى اللي غير المسؤوليات اللي تقوم بها الزوجة. لهذا الأساليب اللي تتبعها الزوجة وتعامل بها الزوج كزوج هي اللي تخلي أما أن يكون تنافر بهاي العلاقة أو تجاذب، واستمرار هذا التجاذب بين الطرفين وبناء علاقة سوية
مردودها يكون عم على جميع الأسرة. يعني إحنا هاي العلاقة هي أنا أشبهها بالمؤسسة المؤسسة الإنتاجية. يعني مو مؤسسة خدمية أو مؤسسة، لا مؤسسة إنتاجية، لأن راح تنتج جيل. هذا الجيل دائما المؤسسة الإنتاجية كل أفرادها يعملون على إنتاج أحسن النوعية حتى يكون بفائدة للآخرين. أنا من أنتج الأبناء يجب أن أكون أنا كل ما أقوم به هو في خدمة هؤلاء حتى أنتجهم بالصورة الأجمل. هل يكون هذا الأمر ممكن أن يأخذ من جرف العلاقة الزوجية وبالتالي تأثر عليها؟ خلينا نأخذ الاتصال الآن وبعدها نرجع حتى نجاوب على هذا السؤال. معنا الآن مسلم من البصرة. نعم مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أحكي يا دكتورة عن المتابعين لها يعني. نعم تفضل. على قناة الفيحاء. نعم تفضل. قناة الرشيد. نعم أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا دكتورة. أنا من المتابعين يعني الحلقات بالبرنامج. نعم. على الفيحاء. أتشرف. نعم. أتشرف دكتورة. أنا أحب أشارك بحلقة هاي. تفضل. تفضل مسلم نسمعك، شنو رأيك، شنو مشاركتك؟ والله دكتورة تفارق العمر، يعني أنا مالي 76 وماخذ لي مرة مالي 88، يعني من 2005 متزوج لحد هذا اليوم، يعني ما في يوم صارت مشكلة وصار خلاف بيني وبينها. نعم الحمد لله. يعني دائرة المنزل دائرة البيت وهاي والجهال ودائرتني. الحمد لله. يعني ماكو يعني خلاف ولحد هذا اليوم الحمد لله. شكرا يعني لك. شكرا لك مسلم، شكرا جزيلا. اتصال اخر، احمد من بغداد. نعم احمد. الو استاذ شلونك؟ اهلا وسهلا تفضل. بس حبيت اسلم على الدكتوره وعندي صد استشاره ينفع لازم معك. نعم تفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام دكتوره. بلا احنا بس استشاره. نعم تفضل. صار لي 4 سنوات. نعم. وعندي مشكلتين بعاني من عندهن بزواجي. الاول تدخل الاهل. نعم. من طرف زوجتي. نعم. والثاني حبها الزايد اللي داخليها الشك بيه كل الطرف يعني. نعم. أنا أعرف الحب مرات تتحول إلى غيرة، الغيرة إلى شك، يعني هذا الشيء اللي أعرفه. أكيد. بس يعني شلون أثبت لها بين أنا أحبها وما أحب غيرها وما عندي أي شك في حياتي. نعم. نعم. واضح أحمد، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. يعني حقيقة احنا الوقت ضيق فأردت. نعم. لها جاوبهم يعني باختصار دكتورة. نعم اكيد هي العلاقة تنبني على احترام الطرفين. احنا نحكي عن اسس عامة يعني. نعم اسس عامة فقط احمد. نعم اكيد على الطرفين ان يتقبل الاخر انا ما اتقبله بالاشياء. اتقبله بالاشياء الزينة اي، لكن اللي يثبت للطرف الاخر انه اتقبله بعيوبه، وهي هذا دليل على نجاح العلاقة. ممكن أن يكون التفاهم ما بين الطرفين حول شكل وإثبات أنه هو ما عنده شيء، ما عنده، حتى يبعد الشك عن زوجته. دائما أصطحبها، أخرج وياها في أماكن عامة، أثبت لها أنه لا شيء غيرها، وبالتالي بالتدريج هي ممكن أن تخف، لأن علاقتك بعدها في بداية تكوينها بال4 سنوات الأولى ممكن مع الزمن تتحول، وممكن أن أنت ممكن الإنسان بأعماله يثبت للآخر حسن النية. نعم. نعم. احنا دكتورة تابعنا مجموعة من التقارير كانت. نعم. وآراء الناس من مختلف المحافظات، لكن خلينا الآن ننتقل إلى الجهة الأخرى من العالم في أوروبا. نعم. نتابع كيف كانت الآراء. نعم. حول هذا الموضوع، حول العلاقة الزوجية داخل البيوت، هذه المرة إلى السويد، فنتابع.
الحياة تطورا يوما بعد آخر، ومعها تظهر احتياجات كثيرة تسهم في إدخال كاهل الفرد، وربما هذه هي أهم الأسباب التي تعاني منها الأسر في المجتمعات العصرية. هنا نلقي الضوء على بعض هذه المشكلات التي تنتج بين الزوجين في السويد جراء ضغوطات الحياة اليومية. الحياة الحديثة تجبرنا أن نكون دوما تحت الضغوطات نتيجة للاحتياجات الكثيرة في البيت والأطفال، لذا علينا أن نخلد للراحة والهدوء في بعض الأحيان والانعزال عن المحيط البشري، وربما تربية الحيوانات تبعدنا عن مشاكلنا في بعض الأحيان. اختلاف الرأي وأخذ جانب المسؤولية لا يفسد للحياة قضية بين السويديين، بل حتى في أحيان كثيرة يفضل الرجال الجلوس في البيت والاهتمام بالأولاد، بينما المرأة منهمكة في وظيفتها وهي من يقع على عاتقها توفير الحياة الملائمة لباقي أفراد الأسرة. أنا هنا اليوم في هذا الاحتفال مع طفلتي، كوني أهتم بها حال ذهاب زوجتي لوظيفتها. هكذا هي الحياة هنا، وأنا مستمتع بعلاقتي مع عائلتي، كوني منسجم جدا معها. مرحبا، اسمي ستيفان، إني أعيش مع زوجتي منذ ما يزيد عن 30 عاما. حياتنا مستقرة، وهي بالتأكيد لا تخلو من ضغوطات الحياة، لكننا نصبو فوقها من خلال التفاهم واحترام بعضنا البعض، وبإمكانكم أن تسألوا شريكتي. أما أبرز أسباب حالات الانفصال في المجتمعات الغربية ومنها السويد تعود إلى شعور الزوجين بعدم التوافق في الرؤى والاهتمامات، أو أنهم يتركون للوحدة بعيدا عن شريك وإن كان، فيكفي حينها كلب أو قط وهم لا يجادلان، بل قطعة من الطعام لهما تكفي لساعات من الصمت. أنا غير متزوج، لكن أتحدث عن واقع تجربتي مع والدي. فرغم انفصالهما فهما يلتقيان وعلاقتهما مستمرة، وربما يتبادلان الحب لكن خارج نطاق الزوجية. ضغوطات كثيرة هي نتاج الحياة العصرية التي جعلت الإنسان يصادف الزمن لمواكبتها. في برنامج بالشمع الأحمر، أثير عبود، السويد. مشاهدينا، تابعنا هذا التقرير من السويد ولاحظنا الآراء والبيئة، الاسترخاء اللي يعيش به الإنسان في مثل هذه البيئة قد يكون هو السبب دكتورة بأنه تقلل المشاكل داخل البيت. أكيد البيئة الفيزيقية تأثر تأثير مباشر في سلوكياتنا، حرارة ورطوبة، تغيرات، انقلابات، ثورات، كلها يتأثر في سلوكيات أفراد هذا المجتمع. لهذا دائما نلاحظ البيئات الهادئة تنتج لنا أفراد هادئين في سلوكياتهم، في إقامات علاقتهم، في تصرفاتهم. وأيضا البيئات المقابلة النقيضة اللي تمتاز بالتغيرات المفاجئة السريعة، عدم الاستقرار، عدم الأمان، تنتج لنا أفراد غير من الناحية النفسية غير أسوياء، يمتازون بالانفعالات الحادة، عصبية، مشاجرة، ممكن يتحول من العصبية الزائدة إلى الحالة الثانية. هاي تأثير نقول البيئة الفيزيقية في سلوكياتنا، ولهذا نلاحظ بيئتنا تختلف عن البيئة اللي شاهدناها في السويد. أيضا هناك عادات وتقاليد ممكن أن تكون مقبولة في بيئات أخرى، ما مقبولة في بيئاتنا. لهذا شكل ونمط العلاقة وهدوء الإنسان في سلوكياته تتبع لكل هاي المتغيرات. الإنسان هو ليس بمنعزل عن الطبيعة،
ليس بمنعزل عن الإضاءة وعن البرودة والحرارة وعن الضوضاء أبدا، هو وليد هاي البيئة. نعم، لهذا دائما نقول الفرد هو ابن بيئته. نعم، خلينا نأخذ اتصال معنا الآن أبو حنين من الديوانية. نعم أبو حنين. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ومبارك الكريم دكتورة. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك. نعم أبو حنين تفضل. الموضوع جميل جدا وأنا دائما بالك بعكسك بالك. نعم. والدكتورة طبعا هذا الموضوع اللي تكلم فيه جميل جدا وخاصة للمزوجين. طيب. أنا متزوج صافي 19 سنة. نعم. زوجتي يعني تقريبا طرف عن 3 سنين، أنا موضوع 70 وهي 70 والحمد لله الحمد لله شكرا عندي 3 سنوات. نعم. أبو حنين كل هذه الفترة إذا تسمح لي قبل يعني أنا أسمع يعني رأيك، كل هذه فترة الزواج لابد أنه صار أكو مشكلة في الحياة الزوجية، ما تخلق أي حياة زوجية من مشاكل، لكن هل حسيت في يوم من الأيام أنه دخل بيناتكم الملل الرتابة؟ أكيد أكيد الملل هذا هو موجود يعني أنا أعرف يعني كل وقت هنا عندي موظفة عجمت هذه شوية تعبان عندي هم بعض المرات يطاير أنا طاير لا في شنو المشكلة وين طاير صير عصبية صحيح كذا لكن إحنا بنفس اللحظة ورا دقيقة أو دقيقة يعني نحل نحلها ما نخليها ما نطولها ولا نعظمها ولا كذا وبعض الأحيان أنا أجي مجهد يعني تعرف ضغوطات العمل وضغوطات الحياة والوظيفة أنا أطلب عليها بعض الأحيان إنه هي تسرع وياي شوية لينا سهلة أنا مو شنو أنا أخذ مرات من عندها مرات هي تأخذ من عندي يعاونيني بهذا الشيء يعني وهكذا هي الحياة يعني إيه ما أخذ يوم يعني صار خراب وصعدت وتطورت وكذا وكذا نعم إن شاء الله ربي يديم عليكم هذه النعمة والاستقرار والهدوء. شكرا لك أبو حنين. نأخذ اتصال آخر. أبو مصطفى من بغداد. نعم أبو مصطفى. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تحية إلى كل برنامج الدكتور الشيماء عبد العزيز. حياك الله يا أهلا وسهلا. والله إحنا المشاكل الحياة الاجتماعية اللي مرينا بها جيل الستينات والسبعينات فنشكر الدكتور الشيماء على هذا التابعون الطيب ونحس هذا الشباب الجيل الجديد إن شاء الله تطيف ولا ينسون أمامه الأولين بالنسبة للحياة الاجتماعية والتعالف الاجتماعي ما نحب نصير أي مشاكل عندما يعني ننظر في الوقت الحالي يعني مشاكل الحياة الزوجية على طول أنا أحبها سحنين قلبي على بنتي بعاطفها بالغزالية أتعنى عليها يعني من الداودي على الغزالية يعني أشتاق أتأمل على الأطفال والنمو والحياة الحلوة يعني بنتي لما أتعنى عليها يعني بغير منطقة والحمد لله والشكر البركة بيكم دكتورة شيماء. حياك الله. شكرا لك أبو مصطفى. شكرا جزيلا. شكرا لك. وحقيقة هذا دكتور هذا موضوع آخر يعني يمكن أنه نتناوله بالدقائق الباقية من البرنامج أنه شقد ممكن أنه الإنسان يستفيد من من سبقه بالتجربة. نعم. من موجود بمحيط عائلته أقاربه أبو عمه ممكن أنه يستفاد من هذه التجربة. بداية قلنا يجب أن تكون عندهم خبرة يعني ممكن أن يكتسبها الإنسان من الأكبر منا سنا من الأب من الأم عليه أن يكتسب خبرة من الحياة قبل أن يقدم إلى خطوة الزواج وتكوين الأسرة يعني يجب أن يكون في اللاوعي عنده فكرة عن هاي تكوين هاي الشراكة هي ليست بالسهلة يعني على فكرة إنه تكوين الأسرة هي ليست بالسهلة هي زواج وانتهت المشكلة لا بالعكس هي ما بعد الزواج تبدأ تظهر إذا كانت هاي الخطوة صحيحة أقدموا عليها أم كانت خاطئة لهذا إحنا دائما نقول أصحاب الخبرة يرجع إلى نموهم العقلي نموهم الزمني إلى دور في نجاح مثل هكذا علاقات أو إفشالها. نتمنى أنه فعلا كل من اليوم تابعنا أنه استفاد من هذه إن شاء الله. النقاشات اللي كانت موجودة في هذه الحلقة وأيضا من الاتصالات اللي صارت وأيضا أتوجه في الختام بشكر للدكتورة شيماء عبد العزيز اختصاص علم النفس شكرا جزيلا وعلى حضورك اليوم. شكرا لكم وشكرا لكل المتصلين وكل من شاهدنا شكرا لكم. أما أنتم مشاهدين كل شيء في حياتنا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام وكذلك هو الحب فهو يموت لم يجد من يحميه ويرعاه
بالشوق والاحترام والتفاهم. وهنا تكمن مسؤولية الزوجين عندما يتعلق الأمر بالحياة الزوجية. فالحياة الزوجية ليست فقط لحظات حب وانسجام، بل أحيانا تتحول المشاعر العاطفية إلى شعور بالرتابة إذا لم تتجدد وتخرج من دائرة الملل. نعم، في حياتنا منغصات وقلق كثير يؤثر على جو الحياة الزوجية، ولكن علينا أن نجدد هذه الحياة لنجعلها تزدهر، ونبحث عن مخارج إيجابية لتصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل لإغناء العلاقة روحيا وعاطفيا. فالحياة لا تحتمل أو لا تحتمل إلا بالحب. وهناك مثل ألماني يقول: الحب يرى الورود بلا أشواك، أبعد الله الأشواك عن حياتكم وجعلها مليئة بالورود. في أمان الله.